جات المغرب، المغرب شفت الجالية نتاعها في الحبوسات المغاربة، في الحبوسات هنا في إيطاليا، ها؟ في شهر رمضان، جاهم فهمني الخفة نتاعهم، وجاهم الدقرة نتاعهم، وجاهم كل شيء ما عند الملك، تونس صامل تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان يا أخوات؟ مرحبا بكم في قناتي. كما تشاهدون هذا الشاب التونسي الذي يقول بأن الملك محمد السادس ملك المغرب المحبوب يرسل مساعدات للجالية المغربية التي تقيم في إيطاليا لتساعدها على العيش الكريم. نتمنى كل الدول العربية أن تعمل كما يعمل ملكنا المحبوب نصره الله. أشكركم على المشاهدة، أتمنى منكم لايك واشتراك. مع السلامة يا إخوان، وفقكم السلامة.